شهد وزير التربية والتعليم رضا حجاز انطلاق فعاليات ندوة دور ريادة الأعمال على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا. يعد المشروع أحدث مشروعات وزارة التربية والتعليم لدعم الأفكار الخاصة بريادة الأعمال لدى الطلاب، حيث بدأ المشروع بانطلاق أولمبيات مدارس مصر بمحافظة السويس ليتم إطلاقه على نطاق أوسع خلال الفترة القادمة. أنا كنت جاية هنا أتكلم عن أولمبياد مدارس مصر، وهي النسخة اللي تطور منها وهيتعمل منها بعد كده دوري ريادة الأعمال. أنا كنت مشاركة في النسخة اللي فاتت اللي كانت عبارة عن فريق معارف وفريق مشروعات، اللي هو بعد كده هيبقى مسابقة بس لريادة الأعمال. هو مهم بالنسبة لنا جدا، هو أثر فينا كتير. احنا اكتشفنا ان احنا ممكن نفكر في حاجات احنا ما كناش متخيلين ان احنا نقدر نعمل كده. شكرا لدوري ريادة الأعمال ان هو خلانا نعرف ان احنا عندنا الإمكانيات دي وعندنا الأفكار دي.